السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي ديليس فاطمة زهرة. اليوم غادي نشارك معكم طريقة عمل بيتزا المول العجيب اللي كتجي بهذا الشكل. هذا كتجي محشوة من الداخل وفيها طبقة من على برا جميلة ولذيذة، ونفس البيتزا اللي كيتقدموا في المطاعم بالحشوات. تقدروا ديروا اي حشوة بغيتوا. بالنسبة للعجين غادي ندير فقط معكم عجينة 10 دقائق مع إضافة مكونين اثنين غادي نشوفهم معايا. نمروا بسم الله على بركة الله المقادير. مقادير 2 كوب من كوب شرب الماء أو أي كوب بغيتو تعيرو من الماء، وعندي 2 كوب نفسهم من الدقيق، الملح 2 ملاعق كبيرة من السكر، وعندي ملعقة تكون كبيرة مملوءة من الخميرة الفورية خميرة الخبز. هنا في البول غادي نوضع 2 كوب من الماء اللي غادي يكون دافي، ونوضع الخميرة، عندي السكر 2 ملاعق، غادي نحركهم هكا مع بعضياتهم. ونضيف 2 كوب هذا في المرحلة الأولى نتاع الدقيق، ونضيف الملح نخلطه. اذا بغيتوا الملح تضيفوه حتى في الاخر، فهو صراحه انا غادي نشوفوا الشكل تاعها غادي يتفاعل وغادي يتضاعف. غادي نحركهم مزيان مع بعضهم، وصافي هنا غادي نغطيها ونخليها مده 10 دقائق حتى يرتفع الحجم تاعها او لا يتضاعف، ونوليو نشوفوا كيفاش غادي نديرو الطريقة الثانية أو للمرحلة الثانية. بالنسبة للمرحلة الثانية عندي نفس الكوب، نص كوب من الزيت، 3 أكواب من الدقيق، عندي الأوريغانو، هادو هما الإضافات اللي غادي نضيف، وبودرة الثوم اللي كيعطيوها طعم جديد وجميل ونفس المطاعم صراحه، نفس بيتزا هات، يعني اللي مجرب راه غادي يحس انها نفسها. هنا منين تضاعف الحجم تاعها مده 10 دقائق ضفت الزيت، بودره الثوم، ملعقه كبيره غير مملوءه، اوريغانو او الزعتر، الاوريغانو كيجي زوين. عندي 3 الأكواب نتاع الدقيق من نفس الكوب. كيف ما لاحظتوا انا ما غاديش نضيف، لا كاين اللي كيضيف الياغورت او لا حليب بودره، فهنا ما غاديش نضيف، وغادي تجي عجينه رائعه وخفيفه وجميله. غادي نخلط كامل هاد المكونات. اذا اخواتي ما تلماتش معكم العجين، فكل نوع تاع دقيق كيفاش تيكون ممكن انكم تضيفوا القليل من الدقيق باش تجمعوا العجين. غادي نخليها كتسدلك. القوام تاعها غادي يكون شويه يعني خفيف ما بيش، ولكن ماشي من النوع اللي غادي تكون كتلاصق معانا في الايد. غادي نجمعها كره واحده، نفرش لها القليل من الدقيق، ونخليها حتى تنسفخ ويضعف الحجم تاعها. غادي نمرو للصلصه. وضعت في الطنجره الزيت، البصله، والثوم، غادي نوضع الفلفله الخضراء، خليتهم حتى يتشوحوا مع بعضياتهم ويدبالوا. غادي نوضع هنا تقريبا 4 حبات من الطماطم اللي مطحونين، والمليحه من طبيعة الحال. هنا عندي طماطم صلصة او الكيتشاب اللي تحبوا. عندي الفلفل الاسود، وعندي البابريكا او التحميره، الملح، غادي نضيف ليها القليل من الماء.
هنا كنوضع هاد الصلصه هادي تاع التاباسكو اللي كتكون حاره كتعطي واحد اللذه جميله ورائعه، اللي كتكون في القريعات تاع الزاج اللي تيكونوا طوال. غادي نضيف القليل من الماء ونخليها حتى تطيب معانا. هنا كإضافة عفوا غادي نوضع هاد البهارات مخلطة نتاع البيتزا، فيها الأوريغانو فيها الزعتر، فهي متواجدة عند العطارة اللي كيبيعوا المواد ديال الحلويات وهادشي اللي ديال العطرية. عندي التونة وعندي الصلصة تاع الطماطم وعندي الجبن، عندي الفلافل الملونة اختيارية إذا بغيتو توضعوها، وعندي الزيتون، وعندنا الأوريغانو للتزيين. هنا هذه هي العجينة بعد ما تضاعف الحجم تاعها، فكيف ما تشوفوا خفيفة. غادي نحاول أنني نطلع الهواء اللي تيكون فيها، غادي نرش الدقيق ونبدأ. تنقسم فيها، غادي ندير ثلاثة الكبيرات، فهي كتخرج تبارك الله ثلاثة ديال الحبات من هذا النوع تاع البيتزا، يعني بيتزات عائليات غادي يكفيو العائلة إن شاء الله. هنا غادي نبدأ نحل فيهم، يعني نحل في العجين عفوا بالمدلك ضروري نحلوها رقيقة باش يعني هي مازال غادي نخليوها شوية يعني في المول ديال المول العجيب، باش غادي نبداو نخدمو فيها، يعني نحطو البيتزا نحطو الصوص نحطو هذا، فمن الأحسن أننا نحطوها وتكون رقيقة. هنا من بعد ما حليتها غادي ناخذ المول العجيب. بالنسبه للمول العجيب اخواتي، فاكيد كل اخت عندها هذا المول هذا، فهو معروف وكنستخدموه في الكيك. انا اليوم وظفته في البيتزا، لانها الصراحه هاد البيتزا كتستحق التجربه وكتجي كيف ما ذكرت نفس المطاعم. ها هو المول، هنا غادي نرشو رشه خفيفه بالزبده، ممكن ديروا فقط الزيت. وغادي نحط العجين بكل سهوله، يعني نقادو غير الجوانب نزلوهم، نحاول ننزلو العجين بهذا الشكل هذا كيف ما تشوفوا، سهله. غادي ناخذ الشوكه ونديرو بهذا الشكل هذا، نحاولوا نتكوها باش ما تنتفخش عندنا في الفرن. نحاولوا يعني نتقبوها كامله ولا نتكوها من الجوانب كيف ما تشوفوا معايا. غادي نبدا نوضع في الجبن هو الاول،
غادي نوضع الصلصه. من الاحسن اخواتي تكون صلصه بارده، فانا كانت هنا دافيه عندي شويه لانني كنت يعني مزربانه. غادي نوضع الفلافل الملونه، ممكن تضعوا فقط الفلفله الخضراء العاديه. انا هنا كانت عندي الفلفله الملونه وكتعطي واحد اللون او شكل في التزيين كيف ما غادي نشوفه من بعد من الفوق، كتعطي الوان جميله ورائعه. غادي نوضع حتى الزيتون اللي غادي يكون مقطع شرائح، بغيتوا توضعوا التونه، بغيتوا توضعوا الدجاج، الكفته، اللي بغيتوا في الوسط ممكن. بالنسبه لهاد المول هذا كيف ما كتشوفوا عندي انا، هاد يعني العمق اللي فيه ما هوش واسع، ما عنديش واسع بزاف، ف اذا خديتو داك المول العجيب اللي تيكون هكا شويه عريض تقريبا شي 2 سنتيم ونص او 3 راه كاينين، يكون احسن، كياخد معنا الحشوه وكيجي حتى الشكل تاعو جميل. غادي نبدا كنرد في ديك العجينه ونسد بهذا الشكل هذا. فهنا بدون إضافة لا ماء لا بيض لا حتى شي حاجة، كتسد معنا العجين. وفقط من بعد غادي نغير نعاودو أننا ناخدو الفرشيت ونتكوها أو نتقبوها، فكتبقى عادية ما كتحل ما والو كيف ما غادي تشوفوا معايا. نقادوها نحاولوا بحال نقرصوها بهذا الشكل هذا. وغادي ندخلها على فرن يكون ساخن، نطيبوها طياب عادي. هذه هي المرحله الاولى يعني في الطياب ديال هذه البيتزا. هنا من بعد ما طابت كطيب نص طياب تقريبا، غادي ناخد صلصه نوضعها في الوسط. وغادي نحط الجبن، تقدروا اخواتي فقط يعني تحطوه في الاخير، لكن هنا كيجي واحد الطبقه ديال الجبن كتجي معلكه فيها. غادي نحط الفلافل الملونه ونحط حتى الزيتون. انا غادي نبقى ندير بحال الطبقه تقريبا لان بغيتها تجيني محشوه، اولا الحشوه هذه تجيني كثيره، فغادي نحط هنايا التونه، خلطتها مع الهريسه اولا مع صلصه ديال التباسكو. وعاود حطيت القليل من الفلافل والزيتون اسود باش يعطي داك اللون. هنا بالنسبه الجبن غادي غير نرش رشه خفيفه تقريبا هكا باش غادي يبقى باين عندنا. دخلتها للفرن حتى تحمرات من الجوانب، ممكن انكم توضعوا لها القليل من الزيت باش تحمر معاكم. كيجي هذا هو الشكل تاعها، كتجي جميله وكتجي لذيذه ومحشوه، تقدروا ديروا اي حشوه. هذا كان بيتزا المول العجيب، نتمنى انها تعجبكم وتجربوها. واذا عجبكم لا فيديو ديروا اشتراك في القناه مع تفعيل الجرس. إلى اللقاء في وصفة من وصفاتي.